الكوميونيكيشن ديال يونيت 2، ديال يونيت 2 اللي هي كالتشرال ايشوز اند فاليوز، هي على اكسبريسين لاك اوف اندرستاندين اند اسكين فور كلاريفيكيشن، يعني تعبير عن عدم الفهم وطلب توضيح. يعني انت تيكون تي واحد السيد تيكون قال لك واحد الحاجه وانت ما فهمتيهش، ملي ما تتفهمش تتقول ليه هذا الشيء اللي قلتي لي راني ما فهمتوش وعافاك لا مازال وضح ليا، واش فاهم؟ اذا هنايا وي هاف اي دايالوج بين سمير اند مستر تايلر، احنا غنقراوه بعجاله ونمشيو نشوفوا لي زكسبرسيون. جود مورنين، جود مورنين، بليز هاف ا سيت، كان اي هيلب يو، واش يمكن لي نساعدك؟ يس I'd like to talk to you about an embarrassing experience I had this weekend. قال لي راه وقعت لي واحد الحاجه يعني غريبه هاد السيمانه هادي. قال لي embarrassing experience، what do you mean؟ اذا هاد what do you mean هي بحال قال لي زعما شنو تتعني؟ هادي راه هي an expression that we use to يعني to show that we have a lack of understanding، يعني انني ما فهمتكش، تعبير عن عدم الفهم. What do you mean؟ صافي. Well, I was invited by a friend of mine for dinner. His family was really nice and hospitable. شي صاحب وارد عليه والعائلة ديال الناس ديال العائلة ديالو يعني تهلاو فيه وهذا. But then something happened which made them stare at me. وقعت شي حاجة وبقاو تيشوفوا فيا. قال لي stare at you، I don't quite follow you. ها هو قال لي I don't quite follow you، يعني انا ما بقاو تيشوفوا فيك، ما شنو تتعني بتيشوفوا فيك؟ Could you be more explicit؟ Could you be more explicit؟ واش يمكن لك توضح اكثر؟ قال لي well actually they didn't seem to like me burping. قال لي انا يعني حنا تنقولوا بالدارجه تقرع كانت هي كله تقرع صافي. قال لي او ماي دير، وهو راه عندهم مراكنه هادو، راه تقرع عندهم يعني ماشي شي حاجه اللي هي عاديه بالنسبه لهم. او ماي دير دو يو مين يو بيربت ديورين ذا ميل؟ قال لي واش كنتي تاكل وتقرعتي؟ قال لي ذاتس كالتشرلي ان ابروبريت. قال لي بالنسبه لهم هما نقولوا حنايا في الغرب راها شي حاجه اللي هي غير مقبوله ثقافيا عندهم هما. قال لي وات دو يو مين باي كالتشرلي ان ابروبريت؟ ها هو ما فهمش شناهي كالتشرلي ان ابروبريت. وات دو يو مين باي؟ ماذا تعني ب؟ صافي. ويل وات اي ام تراين تو سي، ها هي دابا هنا الا ملي تتبغي انت توضح، انت دابا السيد هو بغى يوضح. قال ليه ويل، قال ليه ويل وات ام تراين تو سي از، هذا الشيء اللي بغيت نقول لك راه هو كذا وكذا، يعني انا غنوضح لك صافي. ام وات ام تراين تو سي از ذات وات يو ديدنت، ولا what you did is not acceptable in our society. قال لي حنايا مثلا في الولايات المتحده هادشي اللي درتي انت راه غير مقبول عندنا في المجتمع ديالنا. It's even sorry to use the word disgusting. قال لي راه شي حاجه اللي هي ما تنحملوهاش اصلا، خايبه. Oh dear, but I was taught in my family to thank God whenever I burp. قال لي حنايا مثلا في المغرب ولا في ملي تنتقرع تنقولوا الحمد لله وصافي عادي. قال لي really in that case all you've got to do is explain the matter to your friend. قال لي اذا في هذه الحاله هذه سير وشرح لصاحبك، اشرح ليه قول ليه راه شنو واقع. thanks Mr. Taylor you're welcome. اذا حنا خصنا نشوفوا لي زيكسبرسيون اللي تنستعملوهم for lack of understanding، اللي من خلالهم تتقول لذاك الشخص انا راني ما فهمتش، وشنو هما لي زيكسبرسيون اللي تنستعملوا باش نقولوا لذاك الشخص عافاك الا ما فهمنا اكثر ولا شرح لينا اكثر. إذن ها هما expression of lack of understanding. ملي تتبغي تقول شي حد انا ما فهمتش هادشي اللي تتقول ليا، يا اما I don't understand، هادي تنظرنا كلشي تعرفها، I don't understand راني ما فاهمش، I'm not sure I got your point، نفس الشيء، sorry but I don't quite understand، I don't see what you mean، she doesn't see your point، I didn't get it. مثلا هاد I didn't get it، زوينة هادي I don't understand. عقلوا غير على هاد جوج هنا، دور غير باش تعرفهم، اما انت خصك تعقل غير على جوج باركه. They don't quite follow you. Can you repeat it؟ هادي زوينه، هادي يمكن لك تقولها للاستاذ. Can you repeat it please؟ I don't get your point. صافي هادو كلهم زوينين. دابا ملي تتبغي تقول شي واحد عافاك لما زيد وضح ليا اكثر الا جات على خاطرك، تتقول ليه Can you clarify more؟ واش يمكن لك تزيد توضح اكثر؟ Would you explain more؟ واش يمكن لك تشرح لي اكثر بليز؟ Would you put it simply؟ واش يمكن لك
طرد ليا هذا الشيء، يعني سامبلومون، يعني طردو بسيط بسطو. كان يو سايت ان اذر ووردز، واش يمكن لك تقولوا لي في كلمات اخرى وات دو يو مين باي، احنا شفناها، وات دو يو مين، ماذا تعني؟ كان يو بي مور اكسبليسيت، واش يمكن لك توضح اكثر؟ كان يو الابوريت مور؟ اذا هذو كلهم زوينين. دابا انت بغيتي تشرح لشي حد، تتقول لي ان اذر ووردز، يعني داكشي اللي قلت لك في الاول انا غنقول لك بواحد الطريقه واحده اخرى، ان اذر ووردز، بكلمات اخرى، تا 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 تا، تقول لي حاجه اخرى. سوري ليت مي ريبيت ات، هيا اي ويل جيف يو ان اكزامبل. ويل اي مانت، هذا ما عنيته، ليت مي اكسبلين، تو بوت ات سيمبلي، الى اخره. شوف فهم مزيان، حنا هنايا ها هما عندنا واحد ثلاثه ديال لي ثري سيتويشنز. ذا فيرست وان، يو ار ا فورينر، انت من واحد الدوله واحده اخرى. هو وونتس تو نو واي بيبل تيك اوف ذير شوز وين جوين انتو ذا موسك. جا شي واحد مثلا من بريطانيا عندنا المغرب، هو ماشي مسلم، وبانوا ليه الناس ملي تيبغيو يدخلوا للجامع تيحيدوا صبابطهم طبيعه الحال، وما عرفش علاش. غايقول لك مثلا اي دونت اندرستاند واي دو مسلم بيبل تيك اوف ذير شوز بيفور انترين ذا موسك. اي دونت اندرستاند، انا ما فاهمش علاش، شرح ليا. وانت يو ويل اكسبلين، تقول لي مثلا ويل ات از كونسيدرد ريليجيسلي امبولايت تو جيت انتو ا موسك ويرين شوز. راها يعني واحد الحاجه اللي غير مقبوله عندنا حنايا كمسلمين اننا ندخلوا بصبابطنا للجامع. وي تيك ذم اوف، وي تيك ذم اوف، يعني حنايا تنحيدوا هذا 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 الصبابط. علاش؟ as a sign of respect، يعني كاحترام to the holy place which is the mosque. يعني هنا كاحترام لينا لهذا الجامع تنحترموه بخلعي سميتو الأحذية. ثم الثانية you are an English teacher trying to explain the meaning of a word. انت أستاذ باغي تشرح واحد الكلمة، وبي يو ار ا ستودنت هو دازنت اندرستاند اند وونت مور كلاريفيكيشن. يمكن الاولاني يقول بليز تيتشر وود يو اكسبلين مور، واش يمكن لك تشرح لي اكثر عافاك هذا الشيء اللي قلتي لي؟ والاستاذ يقدر يقول لك يس اوف كورس، وات اي مين از، ما يعني انايا اللي تنعنيه هو كذا وكذا، ويزيد يشرح لك. ثالثا يو ار ا دكتور تيلين يور بيشنت. بيشنت هو المريض، ملي تيكون عند الطبيب تنسميوه بيشنت، ا بيشنت، صافي. يور بيشنت وات ميديسين تو تيك، ميديسين اللي هي الدواء. انت دكتور وغتقول لذاك السيد المريض اللي عندك، غادي تقول ليه شنو من دواء خصو ياخذ، وهو غيقول لك يو ار ا بيشنت هو از ا بيت كونفيوزد، هو ما عارفش ما فهمش داكشي اللي قلتي ليه انت، اند وونت مور كلاريفيكيشن. مثلا بالنسبه للدكتور يمكن يقول يو شود تيك ذيس ميديسين 3 تايمز ا داي بيفور ميلز، قال لك هاد الدواء تشربو ثلاثه المرات قبل الماكله مثلا. افترضوا ان شي واحد ما فهمش هاد القضيه قبل الماكله، شنو تيعني بها؟ واش قبل بقسم ولا قسمين ولا نص ساعه ولا شحال؟ يقول لي وات دو يو مين باي بيفور ذا ميلز، كان يو بي مور اكسبليسيت اون ذات، عافاك لما شرح لي اكثر هاد القضيه ديال قبل الماكله شنو تتعني بها بالضبط. وهو غادي يشرح ليه ديك الساعه، يقول ليه شحال ديال الوقت بالضبط اللي خصو يبقى يعني قبل الماكله شحال بالضبط.